معنا من ريف دمشق يوسف البستاني الناطق باسم المكتب الإعلامي لقوى الثورة في دمشق وريفها. مرحبا بك معنا يوسف. ضعنا في صورة الأوضاع وما يحدث اليوم في وادي بردة ميدانيا. نعم سيد، السلام عليكم ورحمة الله. الوضع في وعليكم وادي السلام. بردة من الناحية الإنسانية هو سيء للغاية. لدينا هناك في قرى وادي بردة 9 قرى، هناك 150 ألف مدني من أطفال ونساء معزولين عن العالم الخارجي، محاصرين، يتعرضون لحملة قصف عنيفة وعشوائية وشرسة من قبل ميليشيا الأسد وحزب إيران بطيران حربي، بالبراميل، بالصواريخ، بالراجمات. هناك محاولات اقتحام تصدى الثوار لها منذ عدة أيام. اليوم أيضا قام الثوار في أحد المحاور في وادي بردة بعملية معاكسة في محور منطقة الحسينية بالذات، بعملية معاكسة استطاعوا فيها السيطرة على نقاط خسروها منذ أيام، وقتل عدد من ميليشيا عناصر حزب إيران والسيطرة وإعادة السيطرة لهذه النقاط. أيضا يوسف، يعني يوسف هناك سمعنا ب 15 محاولة اقتحام لوادي بردة والثوار أحبطوها. عن كم نتحدث هنا من الثوار الموجودين في وادي بردة ليتمكنوا من التصدي لهذه الهجمة الشرسة من قبل النظام وحزب الله تقريبا؟ نعم، يعني مناطق وادي بردة يوجد هناك يعني هذا الكم الهائل من المدنيين الموجود داخل تلك المنطقة. هناك من أبنائهم من حمل السلاح من الثوار، جميع الثوار متواجدين هناك، هم من أبناء المنطقة. هي يعني طبيعة هذه تلك المنطقة هي طبيعة يعني يوجد بها سلاح من قبل الثورة، منطقة جبلية، قرى، نعلم أهل القرى السلاح هو شيء طبيعي بين أيديهم، هم متدربين على السلاح بشكل جيد، يعني هم أبناء تلك الأرض، طيب ونعلم عندما يوسف، يكون هناك يعني قبل كائر محاولات بالأرض الاقتحام يدافع ويستخدم وهذه الحملة، حملة القصف منذ 5 أيام، هل كان النظام يفرض حصارا؟ ما هو وضع المعيشة هناك، المواد الغذائية الطبية؟ كان النظام وحزب إيران بالتحديد يفرض تضييق شديد على تلك القرى، وكانت هذه القرى يعني بصعوبة يتحرك المدنيين فيها مع وجود اعتقالات، مع وجود يعني مضايقات للأهالي وللمدنيين بالخروج والدخول إلى تلك القرى. منذ متى يعني تقريبا؟ بعض القرى منذ شهور، يعني هذه المنطقة هي خارج عن سيطرة النظام منذ تقريبا نحو 4 سنوات. طبعا النظام حاول يعني حاول السيطرة عليها، وكل ما كان يحاول يبوء بالفشل. هي منطقة جبلية، القتال فيها صعب للغاية، مكلف بالنسبة للنظام. الثوار هم يعني أهل الأرض، نعم هم نعم المتحصنين هناك، يوجد كرت رابح وقوي بين أيديهم وهو أشكرك النبع جزيل عين الشكر يوسف، التيجي. سأكتفي بهذا القدر جميع وسنتابع هذه معكم دائما التطورات فيما يحدث من تطورات في وادي بردة.